طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم. نكمل معكم محاضرات postpartum period. اليوم سنتناول موضوع complication of postpartum. complication of postpartum، هناك حالات عديدة تحدث خلال فترة النفاس. من أهم الحالات الغير طبيعية التي تواجه الأم في هاي المرحلة هو النزف الهيموريج. ثانيا الثرومبوليتيك ديزيز. ثالثا الانفكشن. واخيرا هو البوستبارتم افكتيف ديسوردر او السايكولوجيكال ديسوردر. سنتناول المواضيع بالتسلسل واحده تلو الاخرى. ناتي الى اولا البوستبارتم هيموريج. postpartum hemorrhage هو أي فقدان للدم أكثر من 500 مل في حالة vaginal birth أو 1000 مل في حالة cesarean birth. فقدان للدم يعني اللي هو ما يتعلق حتى في اللوشية. اللوشية قد تكون فقدان للدم أكثر من 500، وكذلك بالنسبة للcesarean أكثر من 1000. أسباب أو أنواع البوستبارتم هيموريج. النوع الأول عندنا early postpartum hemorrhage اللي يكون خلال أول 24 ساعة من الولادة. النوع الثاني هو late postpartum hemorrhage، بعد 24 ساعة ممكن يحدث النزف لغاية 6 أسابيع، يعني لغاية انتهاء فترة البوستبارتم. ممكن في أي لحظة في أي وقت يحدث البوستبارتم، الليت بوستبارتم. أسباب البوستبارتم هيموريج هي تون، تيشو، راكشن، ثرومبين، وتروما. وهذه الأسباب الخمسة نجمعها بمصطلح الفايف تي. سوف نأتي على شرح سبب. نأتي إلى تون. أسباب عدم تقلص الرحم أو البوستبارتم هيموراج نتيجة التون. التون ما يتعلق باليوتراين كونتراكشن، عندما يعجز الرحم عن أنه يتقلص بسبب أسباب معينة راح يؤدينا إلى البوستبارتم هيموراج. أهم الأسباب أو الفاكتورز اللي ممكن تؤدي إلى abnormality of uterine contraction أو عدم تقلص الرحم هي over distension of uterus، عندما يكون حجم الرحم أكثر من الطبيعي. أي حالات ممكن حالة الهايدرومينز، ممكن multi-fetal gestation أو بالماكروسوميا. الهايدرومينز يعني كثرة السائل السلوي، كمية السائل السلوي أكثر من الطبيعي. الملتيفيتال عندما يكون الحمل أكثر من بيبي توين أو ثري. الماكروسوميا عندما يكون حجم الطفل أكثر من الحجم الطبيعي أو الوزن الطبيعي. وهاي الحالات بحالة الجستيشنال دايابيتس دائما نشوف حجم البيبي ووزنه هو أكثر من الطبيعي. الفاكتور الآخر اللي هو اليوترين مصل إكزوستشن، عندما تكون عضلات الرحم متعبة ومنهكة من التقلص المستمر. وبهاي الحالات لما تكون عندنا رابد ليبر، ولادة سريعة جدا، ممكن إنه عضلات الرحم تتعب، وبالتالي بعد الولادة راح تضعف هذه العضلات وتكون غير قادرة على أن تتقلص. البرولونج ليبر أخذته في محاضرات الليبر أن الولادة الطويلة أيضاً تسبب وهن في الرحم. ولادة قد تكون المرحلة الأولى قد تكون طويلة جداً أو بالمرحلة الثانية. الأوكسيتوسين يوز، استخدام الأوكسيتوسين أكثر من اللازم راح يؤدي إلى contraction over contraction، وبالتالي راح يكون يؤدي إلى ضعف الرحم وعدم قدرته على التخلص. الفاكتور الآخر اللي هو الانفكشن، ويؤدي ممكن الانفكشن نتيجة البرولونج رابتشر اوف ممبرين،
نتيجة انفصال الغشاء السلوي لفترة طويلة يؤدي إلى دخول الجراثيم وبالتالي يحدث الانفكشن. أيضا الماترنال فيفر ممكن تؤدينا إلى عدم كفاءة اليوترس وبالتالي يمتنع عن التقلص لكي نمنع البوستبارتم هيموراج. السبب الآخر هو التشو. التشو ما يتعلق بأي خلايا ممكن أن تبقى عالقة في الرحم ممكن تؤدينا إلى عدم تقلص الرحم. قد تكون خلايا البلاسنتا أثناء عملية الولادة، أجزاء بيس أوف بلاسنتا تبقى عالقة في الرحم تؤدي إلى عدم قدرته على التقلص، أو قد تكون كلوتس ممكن تبقى داخل الرحم وأيضا تؤدي إلى عدم قدرة الرحم على أن يتقلص بشكل صحيح. وبعض الأحيان هناك بعض الإجراءات اللي تقوم بها المدوايف اللي هي تؤدي إلى البوستبارتم هيموراج، مثل هذه الإجراءات مثلا النورس تسوي فيجورس يوتراين مساج، تبقى تسوي مساج على الرحم بعد الولادة على الأبدومين حتى تسرع من ولادة البلاسنتا. هاي العملية عندما تكون عملية فيجورس أكثر من اللازم بقوة وبشدة ممكن تنطينا نتائج عكسية لما احنا نريده، او قد يكون الفيجرس امبلايكال كورد اتراكشن انه هي تسحب الامبلايكال كورد او تسحب البلاسنتا من مكانها حتى تسوي لها ولادة سريعة، وممكن هذا الشيء يؤدي لنا ايضا قلنا الى نتائج عكسية العكس اللي احنا نريده، راح يصير انه الرحم ممكن يصير بي انفيرجن، والانفيرجن ايضا يؤدينا بالتالي إلى أنه يصير postpartum hemorrhage وأن اليوترس يكون uncontracted well. أيضا من الأشياء الأخرى اللي ممكن تتعلق بالتشو أنه وجود التشو بعض الأحيان أو infections زين ممكن يؤدينا إلى يصير sub-involution، يعني الرحم يريد يرجع إلى وضعه الطبيعي لكن نتيجة وجود بقايا داخل الرحم من الفراغمنت أو التشو راح يؤدي إلى يكون sub-involution، يتقلص الرحم لكن تقلصه يكون غير تام غير مكتمل، فهذا أيضا بالنتيجة راح يؤدي لنا إلى postpartum hemorrhage. طبعا من مشاكل sub-involution ممكن يسبب لنا pelvic peritonitis، ممكن يسبب لنا salpingitis التهاب بأنابيب قالوب، ممكن يسوي لنا abscess، ممكن يسوي لنا distended bladder، ممكن يسوي لنا myoma infection بالuterine myoma infection، فهاي كلها ممكن احنا نشوفها من خلال خلال postpartum hemorrhage نتيجة انه بعض الخلايا أو التشو تكون عالقة داخل الرحم. نجي إلى السبب الآخر اللي هو التروما. شنو هاي التروما اللي تؤدي إلى عدم تقلص الرحم بشكل صحيح؟ أهم الأسباب ممكن قد يكون خلال ممر الولادة، تعرض ممر الولادة إلى أي تروما للجنتايل تراكت، مثلا ممكن يكون لاسيريشن في الجدار المهبل او في البيرث كانال نفسها نتيجه الولاده السريعه او ابرتيف ليبر. هذه الاشياء ايضا احنا نخلي بالحسبان انه هي ممكن تسوي لنا البوستبارتم هيموراج. اللاسيريشن زين ممكن ان يسوي لنا ايضا بوستبارتم هيموراج نتيجة مثلاً مال position of fetus position جاينا بطريقة مو بالcephalic position، فهذا راح يسوي لنا laceration بالbirth canal، أو نتيجة إنه المذر have an previous cesarean birth أو uterine surgery وممكن يسبب لنا إنه خلل في ممر الولادة.
ايضا من العوامل اللي تؤدي الى البوست بارتم هيموريج نتيجه التروما قد تكون نتيجه المانيبيوليشن تو ريسولف شولدر ديستوشيا. لما يكون عندنا شولدر ديستوشيا والنيرس تحاول انه تخرج الفيتس من الرحم وتحاول انه تسوي الاجراء الصحيح، ممكن تؤدي الى لاسريشن، ممكن يصير اللاسريشن نتيجه الهاند بيرث، تحاول النيرس تستخدم الايد خلال ولاده الهيد اوف ذا بيبي، او نتيجه الاكسترا يوترين او الانترا يوترين مانيبيوليشن اوف فيتاس. كل هاي اسباب كثيره ممكن تؤدي الى حدوث لاسريشن في جدار البيرث كانال، وممكن تؤدي لنا الى البوست بارتم هيموريج. السبب الآخر من أسباب البوست بارتم هيموريج هو الثرومبين، والثرومبين اللي هو معناتها الثرومبوزز اللي هي عملية تكون الخثر الدموية، تكون هناك بها مشكلة abnormality coagulation abnormalities، لأن الثرومبوزز تساعد أن تمنع الهيموريج immediately after birth. عدم تكون الثرومبوزز او البلد كلوت راح يؤدي الى البوست بارتم هيموريج. عند حدوث البوست بارتم هيموريج بعد الولاده بدون اي سبب من الاسباب اللي ذكرت، سواء التيشو او التون، يعني الرحم متقلص ولا توجد اي بقايا او ستاند بلاسنتا في اليوتراس، إذا مباشرة نعزي السبب إلى حدوث مشكلة بعملية الثرومبوسيس، فمعناتها أكو مشكلة بالكوأجوليشن، فإحنا مباشرة نبدي نحل هذه المشكلة من خلال إجراء التحاليل المناسبة لمعرفة السبب الرئيسي لعدم تخثر الدم. أحد هاي الأسباب هو الايديوباثيك ثرومبوبلاستوبينيك فيرترا، وهو أحد الاضطرابات اللي تحدث بالبليتليت عندما يكون بها ديستركشن خلة بتواجدها داخل الجسم، فيؤدي إلى حدوث نزف بعد الولادة لأن عدم تكون البليتليت بشكل صحيح. السبب الآخر أو الديزيز الآخر هو الفون والبراند ديزيز، أيضا هو أحد الأمراض الدم الوراثية التي تسبب بوست بارتام هيموريج. مثل هاي الأمراض المفروض أنه المدر خلال فترة الحمل عندها فكرة عن هذا المرض، وأنه هي متحضرة تماماً لعملية الولادة اللي ممكن أن تصادفها البوست بارتم هيموريج، يعني عندنا هيستوري عن المريضة بما يتعلق بهذا المرض. يعني إحنا مو صالة الولادة في يوم الولادة يجب نكتشف أنه هي عندها هذا الديزيز. أيضاً من الأمراض الأخرى اللي تسبب نزف بعد الولادة هو disseminated intravascular coagulation، وهو من الأمراض اللي تحدث acquired coagulopathy، تكتسب خلال أو تحدث خلال فترة الولادة، واللي تنتج عن إنه تحفيز coagulation system بشكل خاطئ. راح يصير التحفيز للجسم إنه يصير استنزاف واستهلاك كل عوامل التخثر والبليتليت في عملية تكون الخثر الدموية، فلهذا تكون الثرومبوزز أو البلد كلوت تكون more over than normal، أكثر من الطبيعي تكون داخل الدورة الدموية، فراح تكون الخثر الدموية أكثر من الطبيعي اللي مفروض هي تكون عليه، فلهذا راح يكون هناك بعدين قلة بها suddenly فتؤدي إلى البوست بارتام هيموريج. السبب الآخر هو التراكشن، يمكن إحنا تحدثنا بأحد الأسباب
اللي تؤدي إلى ضعف تقلص الرحم. التراكشن اللي هو السحب مثلاً يكون أوفر تراكشن قلنا بالنسبة للأمبلاكال كورد. خلال عملية ولادة البلاسنتا راح النورس تحاول أن تولد البلاسنتا أسرع فتسحب الكورد بشكل غير صحيح مما يؤدي إلى حدوث مشاكل أو ممكن يؤدي إلى الانفيرجن أوف ذا يوترس يصير انقلاب في الرحم. فهذا الشيء راح يؤدي إلى سب انفوليوشن أو ممكن يسوي لنا اللي قلنا البوست بارتم هيموريج. الآن ما هي المانجمنت لكل هذه الحالات؟ الحالات اللي هي يعني قصدنا الكوزز اللي أدت إلى البوست بارتم هيموريج. لما نصادف الميدوايف البوست بارتم هيموريج في الصالة أو في الردها، ما هي الإجراءات اللي ممكن أن تتخذها في الحال؟ أولاً هي المساج of the uterus. اليوترس أو قدر المستطاع نسوي له gentle massage on the abdomen حتى نحفزه على أنه يتقلص. Administer uterotonic drug، نعطي الأدوية اللي تساعد على تقلص الرحم. ثلاثة منتين البرايمري اي في انفيوجن. طبعا لما تكون المرأة تفقد كمية كبيرة من الدم احنا بالمقابل لازم نعوض عن هذه السوائل المفقودة من خلال نعطي الاي في انفيوجن حتى نعوض عن الدم اللي تفقد المدر. في نفس الوقت من الضروري انه احنا نسوي تشيك للفايتال سايز، نشوف البلس، نشوف البلد بريشر، هل هو بذ النورمال لو بدا ينزل او يصعد، لان هذا شيء ضروري وعلامات من علامات الخطوره. Preparing women for removal of retained placental fragment. إذا كان السبب هو أنه أكو pieces of placenta موجودة داخل الرحم، إحنا نحاول نزيلها ونحضرها لإزالة الفراغمنت من خلال أنه إذا كانت هي بالرجة نرجعها إلى صالة الولادة، وإذا كانت ما زالت في صالة الولادة راح تبقى حتى يتم عملية تنظيف الرحم بشكل صحيح وتبقى المراقبة داخل الصالة إلى أن يرجع الرحم يتقلص مرة ثانية. أساس الومن طبعاً نبقى نشيك الومن للفيتال ساينز أو لعلامات الهيموراجيك شوك، هل إنه الفيتال ساينز هي تدل لنا على إنه المرأة راح توصل إلى مرحلة الشوك. انستيتيوت الإمرجنسي ميجرز if the IC develop، إذا صار عندنا مشكلة بآخر سبب اللي هو disseminated intravascular coagulation قلنا يصير استنزاف للعوامل التخثر والبليتليت، فراح يصير الرد عكسي من أجهزة الجسم فراح يحدث عندنا البوستبارتم هيموريج. إذا راح احنا نبدأ نحضر الأشياء اللي ممكن أن تحتاج الأم، تحتاج بلازما، تحتاج إلى الدم، ممكن أنه ننقل لها الدم إضافة إلى الـ IV infusion. هذا بما يتعلق بالمانجمنت الخاصة بالأسباب اللي هي تخص البوستبارتم هيموريج. بوستبارتم هيموريج نأتي الآن إلى المشكلة الأخرى أو الكونديشن الآخر اللي ممكن أن تواجه الأم خلال فترة النفاس، هي الثرومبوإمبوليك ديزيز اللي هو نفسه الديب فيناس ثرومبوزيز، وهو من المشاكل الشائعة اللي ممكن أن تحدث خلال البوستبارتم بيريد. طبعاً الثرومبوزيز هو obstruction of the blood vessels by blood clots which can carried by circulation from site to origin. يعني عندما تتكون القطرات الدموية ممكن أن تنتقل من المكان إلى عضو آخر، وهذا ممكن يسبب لنا إلى pulmonary emboli واللي يؤدي إلى chest pain،
صعوبة بالتنفس، breathlessness، sudden death إلى آخره من المشاكل. نأتي إلى المانجمنت للثرومبوليتيك ديزيز. أولاً نمنع الثرومبوليتيك كونديشن، preventing thrombolytic condition، وهذا يتم من خلال أولاً يكون من خلال إنه نمنع venous stasis by encouraging the women to leg exercise and walking. ثانياً حتى نمنع الثرومبوليتيك كونديشن، أيضاً ممكن إنه إحنا نسوي لها للمذر نعطيها ديفايز أو نستخدم لها الجوارب الخاصة اللي تلبس بالأقدام، أيضا اللي تساعد على الكونتراكشن until the woman is ambulatory. Elevating the woman leg above the level heart حتى نحسن من الفينوس ريتورن. Stop smoking حتى نقلل أو نمنع الفاسكولار فازو كونستركشن. Apply compression stokes talking and removing them daily for inspection of the leg. يعني كل هاي الإجراءات ممكن إحنا من خلالها نقلل من حدوث الثرومبوتيك كونديشن. أيضا ممكن إنه إحنا نخلي الرينج أوف موشن والإكسرسايز داخل السرير، إذا الومن تحس نفسها هي ما تقدر تتحرك ممكن إنه إحنا نشجعها على الحركة داخل الفراش الرينج أوف موشن. أيضا من التمارين المهمة اللي هي البوز أوبراتيف ديب بريثينج إكسرسايز اللي تحسن من الفينوس ريتيرن وتقلل من البريشر اللي ممكن يحدث على الليج على الفينز. ايضا ممكن من الاشياء اللي نستخدمها هي الادويه اللي تكون حسب وصفه الطبيب، اللي قد ممكن نستخدم الوارفرين، الاسبرين، الهيبارين حتى نذوب هذه الكثر اللي تكونت. ايضا ممكن استخدام البيلو under knee under leg. أيضا ممكن استخدام pads خاصة حتى ليصير شلون نقول إحنا stasis بالأماكن اللي متعرضة إلى الكثرة الدموية. أيضا نمنع أي تروما ممكن إنه تحدث إلى منطقة الإنجري to the leg حتى نمنع أي إنجري يصير في القدم أو الفين. أيضا نمنع استخدام الأورال كونتراسبتيف. إحنا قلنا الأورال كونتراسبتيف أو الهرمونال كونتراسبتيف نمنعها خلال فترة البوستبارتم لأن هي تسبب لنا الديب فينوس ثرومبوسيس. ايضا الاكثار من تناول الفلويد حتى نمنع اي ديهايدريشن ممكن يحدث. ممكن ايضا نستخدم المساعدات اللي تساعد المذرز انه هي تقوم بالسرير وتقعد براحه، نسميها البيد كرادلز، وكيب لينن اند البلانكيت اوف اكستريميتيز. ايضا من الامور المهمه كل هذا إنه إحنا نعرف المذر بالعلامات والأعراض اللي ممكن أن تحدث لما يكون الوضع يصبح more risk and more severe. الخطوة الثانية بالمانجمنت هو promoting adequate circulation. شلون إحنا نحافظ على الدورة الدموية تكون؟ أولاً راح يكون من خلال الراحة للمنطقة المصابة affected leg وتقليل الحركة حتى نقلل أي swelling ممكن يحدث للفين وممكن أو للليج نفسها اللي صارت فيها الإصابة.
ايضا وضع كمادات دافيه على المنطقه المصابه حتى نحسن من الهيلينج. نستخدم الانتي امبوليزم ستوكس اللي قلناها بالفقره الاولى. ايضا ممكن ان نستخدم هذه الجوارب لان هي مهمه جدا ومفيده، تحسن من المصل سبازم. ايضا الانتي كوغولنت دراج ثيرابي راح يكون من خلال اعطاء الهيبارين اي في لعده ايام، ثم بعد ذلك يبدي العلاج على الاورال انتي كوغولنت، وممكن يكون وارفارين، وهذا العلاج ممكن يستمر مع المريضه لعده اشهر بعد الخروج، ويكون هذا من خلال متابعه حاله الكلوتينج تايم اوف ذا وومن، انه نقوم بتوجيه المريضه بعمل تحاليل خاصه اللي نسميها البارشل ثرومبوبلاستين تايم البي تي تي، ونقيس كميه او الوقت اللي راح يكون بعملية التقطع، واللي هي المفروض تكون من 35 إلى 45 خلال فترة العلاج حتى نشوف تأثير العلاج في معالجة الثرومبوزيس. الشيء الآخر اللي هو الإدوكيشن. الإدوكيشن مهم جدا للمريضة اللي تعاني من الثرومبوزيس. سيكون التيتشينج حول موضوع مهم اللي هو الانتي كوغولنت ثيرابي. اذا بهاي الحاله راح نعلم المريضه كيف تاخذ علاجها مضبوط، وما هي الدانجر ساينز اللي ممكن انه هي تلاحظها خلال تناولها للعلاج، من اجل ان تراجع الطبيب بأسرع وقت ممكن. أيضاً الإدوكيشن راح يتناول موضوع signs of complications and the risk. إذا راح نفهم المريضة أو نوضح لها ما هي الcomplication اللي ممكن أن تتعرض لها أو الريسك اللي تتعرض لها خلال هذه الفترة، ويكون تركيزنا على أولاً إنه هي تمنع السموكينج إذا كانت المدخنة أو أحد أفراد العائلة مدخنين، تقليل السموكينج، استخدام الأورال كونتراسبتيف قلنا هذا راح يمنع، اللايف ستايل بالنسبة للأكل والحركة أيضا لازم يكون هناك توجيه حول هذا الموضوع، وأيضا الأوبيزيتي قدر المستطاع إنه يخلي المريضة خلال هذه الفترة لا تكتسب وزن زايد، وإذا كانت هي أوبيز تحاول تقلل من الوزن. أيضاً نأكد للمريضة على أهمية ارتداء الكومبريشن ستوكس ستوكينج اللي ذكرناها اللي هي من ضمن المانجمنت مهمة جداً. أيضاً نركز للمريضة إنه هي تكون لا تقف لفترة طويلة أو لا تعتمد على الجلوس لفترة طويلة وتكون بدون حركة، لأن هذه تعتبر من الأشياء اللي تزيد من خطورة الثرومبوزيس. وأيضاً ننبهها على الدانجر ساينز اللي ممكن هي تحس بيها اللي هي الجيسبيا، الدسنية، والتكبنية. فعند حدوث أي أحد هاي الأعراض تتصل مباشرة ب